الصور اللي حضراتكم شايفينها دي هي الصور الأولى لظهور أحدث وأقوى وأفضل مدفع هاوتزر في العالم. بيكشف عنه الجيش المصري لأول مرة خلال العرض العسكري لاصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في السويس. الفرق بين المدفع ده وأي مدفع تاني هو بالضبط الفرق بين المسدس والرشاش. المدفع آلي التلقيم وذاتي الحركة، والمفاجأة أنه بيتم تصنيعه بالكامل محليا في مصر بالتعاون مع كوريا الجنوبية. المدفع الكوري الجنوبي K9. الصفقة تم توقيعها بين الجيش المصري وشركة هانواء الكورية الجنوبية لتوريد عدد كبير من المدافع ذاتية الحركة دقيقة التوجيه K9 Thunder في أضخم عقد في تاريخ الشركة المصنعة الكورية، وصلت قيمته إلى حوالي 1.6 مليار دولار. لكن أهم بند في العقد كان اتفاق على نقل تكنولوجيا تصنيع المدافع لمصر. يعني ببساطة مصر بموجب العقد ده هتقدر تقوم بمهمة التصنيع المحلي للمدفع وكمان إدخال مواصفات الميدان المصري عليه. الصفقة دي وصفتها المواقع المعنية بالصناعات الدفاعية بأنها صفقة مهمة جدا. عشان كده لازم نسأل نفسنا أسئلة مهمة، يا ترى إيه اللي حيضيفه دخول المدفع الكوري K9 لترسانة الجيش المصري؟ وإزاي بيكشف عبقرية المخطط العسكري المصري؟ وليه إسرائيل بالتحديد متخوفة من الصفقة دي؟ وإيه علاقة المدفع العملاق ده بحاملات المروحيات مسترال؟ الحرب الروسية الأوكرانية الجارية الآن هي حدث استثنائي في تاريخ وذاكرة العالم، فهي أكبر حرب في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية من حيث قوة التأثير في النظام العالمي وحجم التدمير اللي بيحصل في أوكرانيا، كمان لأنها بتعتبر حرب هجينة، يعني حرب بين جيشين نظاميين، لكن في نفس الوقت بتتحول المعارك لحرب مدن بتكتيكات حروب العصابات. عشان كده جذب انتباه جيوش وأجهزة استخبارات العالم أجمع لمراقبة أداء الجيش الروسي تحديدا، لأن أداؤه وتكتيكاته في المعركة دي بيحدد شكل مستقبل الحروب الحديثة وأدواتها الأساسية، وبيقدم دروس لا تقدر بثمن لكل المراقبين العسكريين والاستخباراتيين في فنون الحروب الحديثة. انت بتتكلم عن حرب بتشارك فيها احدث منظومات التسليح في العالم كله واكثرها فتكا، منها اللي بيظهر في العلن للمرة الاولى من الصواريخ الفرط صوتية، يعني اسرع من سرعة الصوت بخمس مرات، الى اقوى الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة والصواريخ الباليستية، ده غير المقاتلات والمروحيات والسفن والصواريخ الجوالة والدرونز. يعني تشكيلة مش هتلاقيها في أي حرب عدت عليك قبل كده حتى في حروب الشرق الأوسط. لكن أحد أهم الأسلحة البارزة اللي صنعت فرق في الحرب دي وحسمت معارك كتيرة كانت مدافع الهاوتزر. نقدر نقول إن مدافع الهاوتزر هي السلاح الأكثر فتكا وبطل الحرب الروسية الأوكرانية بامتياز. بسببها اتكبد الروسيين خسائر فادحة في المعدات والأفراد، وعطلت أوكرانيا تقدمهم في مناطق كتير رغم التفوق الروسي النوعي. وفي نفس الوقت مدافع الهاوتزر الروسية كانت حاضرة في كل تقدم روسي والتمهيد النيراني قبل كل عملية تقدم. مدافع الهاوتزر بتشبه الدبابات لأنها ذاتية الحركة، لكن بتختلف عن الدبابات إن صواريخها طويلة المدى ويمكن توجيهها بشكل دقيق جدا، بالإضافة لقدرتها التدميرية الجبارة وإمكانية الفتح الاستراتيجي والإغراق الصاروخي بعشرات القذائف في الدقيقة الواحدة. وهنا بنشوف عبقرية المخطط العسكري المصري اللي كان شايف ده من بدري وكان مدرك لأهمية السلاح ده من قبل حتى الحرب الأوكرانية بخمس سنين، وسعى لتوطين صناعته محليا وبأيادي مصرية. ومش أي مدفع هاوتزر، ده الأقوى والأكبر والأفضل والأحدث عالميا. القصة بدأت من خمس سنين وبالتحديد في عام 2017 لما بدأت الاختبارات التجريبية المصرية للمدفع الكوري الجنوبي K9 بهدف تحديث أسطول المدفعية ذاتية الحركة للجيش المصري. وطول الفترة اللي فاتت كانت الاختبارات الميدانية شغال ومعاها وفود عسكرية رايحة جاية بين البلدين، لحد ما أخيرا نجح الطرفين في توقيع عقد وصلت قيمته 1.6 مليار دولار. العقد ده هو الأضخم في تاريخ الشركة الكورية وما بين العلاقات العسكرية المصرية الكورية الجنوبية. وخد بالك هنا من تاريخ العقد ده، يناير 2022، يعني قبل الحرب الروسية بشهر واحد،
وقبل ما تلتفت أنظار جيوش العالم للدور المحوري للسلاح ده في حسم المعارك رغم التقدم التكنولوجي لكل الأسلحة الأخرى. أما عن تفاصيل العقل فركز فيها قوي علشان كلها مترابطة ببعض. حسب ما أعلن موقع ديفنس نيوز فإن العقد بيشمل حصول مصر على 200 قطعة من المدفعية ذاتية الحركة K9، ومع المدافع حيتم توريد عدد غير معروف من عربات الإمداد بالذخيرة K10، ومعها عربات التوجيه النيراني K11. وده معناه إن الصفقة مش مقتصرة فقط على المدفع ولكن منظومة المدفع نفسها، بتيجي معاها عربيتين لكل منظومة، واحدة خاصة بالإمداد بالذخيرة والتانية خاصة بقيادة التوجيه النيراني للمدفع نفسه. يعني منظومة المدفعية من 3 وحدات، وحدة المدفع K9 وجنب منها عربة الإمداد بالذخيرة K10 وجنب منها عربة التوجيه النيراني K11. طيب بعد ما عرفنا طبيعة المنظومة المدفعية لازم نعرف ايه مواصفات المدفع نفسه. الحقيقة مواصفات المدفع الكوري مواصفات معتبرة وعلى مقاس الاحتياجات الميدانية للقوات المسلحة المصرية. المدفع ذاتي الحركة، يعني مش مجرور أو مقطور بمركبات أخرى، لا هو بيتحرك لوحده من خلال طاقمه اللي بيوصل ل5 أفراد. أما عن السرعة القصوى للمدفع فبتصل إلى 67 كيلومتر في الساعة، والمدى الأقصى 360 كيلومتر من غير الحاجة للتزود بالوقود. أما عن بدن المدفع فهو قادر على تحمل الطلقات حتى عيار 14.5 ملي، ومقاوم للألغام المضادة للأفراد، ولديه منظومة للحماية من أسلحة الدمار الشامل وتنقية الهواء من الإشعاعات النووية والكيميائية والبيولوجية. وكمان المدفع بيمتلك نظام التعليق المائي الهوائي، وده بيمنح المدفع قدرات حركية ممتازة وسط التضاريس البيئية الصعبة، وبيتسلح برشاش ثقيل إضافي عيار 12.7 كتسليح ثانوي. أما عن فترة تجهيزه للعمليات فركز معايا قوي في اللي جاي. المدفع بيكون جاهز لأداء مهامه الميدانية في غضون 30 ثانية فقط من الوقت اللي بيتلقى فيه أوامر إطلاق النار، وبيمكنه إطلاق القذائف خلال الحركة في ظرف 60 ثانية فقط من تلقيه أوامر الإطلاق. وبعد إطلاق المدفع لقذائفه بيمكنه الانسحاب من موقعه بسرعة علشان يتجنب أي محاولات للعدو بالرد على مصدر النيران. أما عن المدى الأقصى لقذائف وطلقات المدفع هنلاقيه بيتراوح ما بين 40 إلى 100 كيلومتر، وخد بالك إننا بنتكلم عن قذائف عيار 155 ملي، يعني جحيم ساقط من السماء. العيار ده مناسب لتدمير تشكيلات المدرعات المعادية والمشاة والخنادق والدشم والنقاط شديدة التحصين ومخازن الذخيرة والسلاح. أما عن معدل إطلاق النيران فركز برضو قوي في المعلومات اللي جاية دي وحط تحتها 100 خط، لأنها مهمة وفي آخر الحلقة هقولك ليه. المدفع بيستطيع إطلاق من 6 لـ8 قذائف في الدقيقة الواحدة لمدة 3 دقائق متواصلة، أو 3 قذائف في الدقيقة لمدة ساعة كاملة بدون توقف، فيما يعرف بنمط الإطلاق النيراني المستمر بين قوسين الإغراق الصاروخي. والمدفع بيقدر يحمل 48 قذيفة داخل المركبة الحاملة للقذائف، واللي بيتم تلقيم المدفع بيها آليا، سواء القذائف المعززة بمحركات الدفع الصاروخي أو متعددة الأغراض ذات القنابل العنقودية أو ذات خاصية النزف القاعدي أو ذات محركات الدفع الصاروخي. كمان المدفع بيحتوي على نظام للتحكم النيراني متطور تقنيا ومزود بكمبيوتر خاص من شركة سامسونج بيخلي المدفع قادر على نقل البيانات الميدانية، وعنده قدرات التشغيل البيني مع وحدات مدرعة أخرى، وكمان قادر على صنع الخرائط وقراءتها لضمان توجيه أدق القذائف. وهنا في سؤال مهم، ليه إسرائيل بالتحديد بتترعب من أي إضافة لقدرات المدفعية الصاروخية المصرية؟ ارجع بالزمن لأعظم يوم في تاريخ الأمة المصرية المعاصرة، 6 أكتوبر 73، وأثناء عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس لاقتحام خط بارليف، كانت المدفعية المصرية بتنفذ واحدة من أكبر عمليات التغطية النارية في التاريخ العسكري. 2000 مدفع مصري موجهين ناحية أهداف إسرائيلية في سيناء. الإحصائيات بتؤكد أن 10500 دانة مدفعية تم إطلاقها على مواقع العدو الإسرائيلي في الدقيقة الأولى من بدء ضربة المدفعية، وده معناه أنه تم إطلاق 175 قذيفة كل ثانية. أنت متخيل الوضع؟ إغراق صاروخي من الكتاب،
وما حصلش بالغزارة والدقة والكثافة دي في الحرب العالمية الثانية نفسها. تخيل لما مصر تمتلك 200 قطعة مدفع K9 بكل مواصفاته وإمكانياته الجبارة اللي استعرضناها، قذائف موجهة بالGPS ومعدل إطلاق غزير بيحقق مبدأ الإغراق الصاروخي المرعب ده. كل ده كلام جميل، لكن الأجمل منه أنه طبقا للعقد أنه شامل نقل تكنولوجيا التصنيع، يعني هيتم تصنيعه في مصر محليا وبمواصفات مصرية، وحنصنع من المدفع نسخة خاصة بالقوات البرية ونسخة خاصة بالقوات البحرية. وده بيقول ان المدفع K9 هيكون ضيف على متن حاملات المروحيات مسترال، وهيكون ضمن تشكيلاتها المدرعة مع القوات الخاصة والدبابات، يعني جيوش متنقلة في البحر وقدرة اغراق صاروخي من البر ومن البحر كمان. وهنا يتضح زي الشمس حقيقة التكامل والتخطيط العبقري للجيش المصري ورؤيته الاستباقية الثاقبة في الارتقاء بجهوزيته القتالية لأعلى مستوى، لأعلى مستوى بيخليه قادر يردع العدو ويأسس لنظام أمني جديد في المنطقة العربية والإقليم كله. حفظ الله مصر وجيشها الباسل وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.